يقول السائل: والدي يرفض أن أحج حج الفريضة، فهل له طاعة؟ لا، لو قال لك لا تصلي تطيعه؟ ما تطيعه. الواجبات ما يلي أحد أنه يمنع منها، فلا يمنعك من وجوب الصلاة، من الصلاة الواجبة، ولا من الصيام الواجب، ولا من الحج الواجب. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا طاعة لمخلوق ولو كان والدا في معصية الله عز وجل. وترك الحج وأنت قادر هذا معصية. نعم.